أحب أهني في عيد الفطر المبارك مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهم الله، وحفظ الله وطننا من كل مكروه. وفعالياتنا في عيد الفطر المبارك بإذن الله راح تكون بين الأهل، وراح يكون عيد مختلف، وعسى الله يعدي هذه الأزمة على خير. أهني الوالدة وأقول لها كل سنة وأنت طيب إن شاء الله، والله يطول بعمرك بإذن الله. والله الجدول حيكون طبعا ححاول أي أكتف أسويته أي أكتفتي مع العائلة. طبعا أنا بالنسبة لي مسوي جدول إنه حيكون في كورسات أونلاين تطوير ذات والأشياء. أول شخص ححني إن شاء الله أمي وأبويا، هم الاثنين مع بعض الله يطول لي في عمرهم يا رب. وبرنامجنا هذه السنة إن شاء الله حيكون في البيت، حنسوي فطور عيد رائع وحلو إن شاء الله، ونحتفل ونوزع الهدايا، وبعد كده عاد سباحة وألعاب مع الأطفال إن شاء الله. واشتريت لهم كمان سكوتر جديد يتحمسوا عليه يركبوه إن شاء الله. أحب أهني بالعيد والديني وزوجتي وبناتي ماريا وليال، والحمد لله بنقضي العيد إن شاء الله بإذن الله ملتزمين بالحجر، خاصة في الأربع الأيام الأوائل لحد ما يصدر قرار ما بعد ذلك، والحمد لله مبسوطين، وإن شاء الله ربنا يسهلها ويفرجها على خير يا رب. برنامج كل شيء مجهزينه في البيت بالنسبة للأطفال، ألعاب الأطفال وبنلعب معه وبنشاركهم الفرحة، والحمد لله تمشي إن شاء الله فترة وتعدي. أول يوم في العيد صراحة راح يكون مختلف شوية هذه السنة، يمكن يكون شوية محزن، لكن راح نجتمع أنا والوالد والوالدة وأخواني الصغار. العادة يكون في اجتماع مع الجد والجدة، ما أتوقع يكون في هذه السنة، ولكن إن شاء الله ربي يسرها ونلقاهم بعد الأزمة على خير. أول شخص أهني بالعيد اللي هو زوجتي وأولادي وأهلي. نقضي العيد إن شاء الله في البيت، يعني طبعا أكيد في فترة حظر. البرنامج الفعاليات نعمل الفعاليات داخل البيت، يعني ممكن نعمل مسابقات مع العائلة، ممكن ننزل أفلام نحضر أفلام، يعني نعمل فعاليات اللي واحد يحاول إنه يغير جو البيت يعني أثناء الحظر.